صباح الخير حبايبي طلاب الصف الثالث الابتدائي. اليوم درسنا حل تدريبات موضوع الحمار والثور. طبعا بعد ما قرينا الدرس وشرحناه وافتهمنا العبرة والحكمة من درسنا، بعد ما رجعنا اسماء الإشارة، نأتي اليوم إلى حل تدريبات الحمار والثور. عندنا تدريب رقم 1، طبعا هو أسئلة وأجوبة، مكون من عدة نقاط. النقطة الأولى، السؤال الأول: ماذا قال الحمار للثور عندما شكى له تعبه؟ ماذا قال الحمار للثور عندما شكى له تعبه؟ شنو قال الحمار للثور لما بدأ يشكي لأنه هو تعبان من الحراسة؟ ماذا قال له؟ قال: تمارض، يعني سوي روحك مريض، ولا تأكل على فكه، ولا تأكل على فكه اللي هو طعام حمار. نقطة رقم 2، لماذا أخذ الفلاح الحمار إلى الحقل؟ عندنا الفلاح أخذ الحمار إلى الحقل، ليش أخذ وياه؟ كذلك لأن الثور كان شنو؟ نائما، لأن الثور كان نائما ولم يأكل العلفة، فتراواله إن هو مريض، فلهذا أخذ الحمار إلى الحقل. عندنا نقطة رقم 3، لماذا ندم الحمار على ما قاله للثور؟ هنا عندنا الحمار قد شعر بالندم على ما قاله للثور، ليش الحمار شعر بالندم؟ وذلك لأنه تعب تعبا شديدا، ليش؟ لأنه تعب تعبا شديدا، استمر بالحراسة ولذلك تعب، وبهذا ندم على ما قاله للثور. هنا ما عندنا تدريب رقم 2، يقول لنا رتب الكلمات التالية لتكون منها جملة مفيدة. إذا عندنا الكلمات: نهض، علفه، الثور، وأكله. نرتب هاي الكلمات نسوي منها جملة مفيدة. شو تصير؟ نهض الثور وأكل علفه. نهض الثور وأكل علفه. هذا تدريب رقم 2. هنا ما عندنا تدريب رقم 3، يقول لنا صل كل كلمة بما يناسبها. إذا نوصل كل كلمة بالكلمة المطابقة لها أو اللي تناسبها. عندنا كلمة القمر، القمر مقابلة أكو أسماء أو كلمات، العفو، القمر مقابلة كلمات، فأكو كلمة تناسب القمر. القمر نختار كلمة منير، إذا القمر منير يعني بإنارة. الحمار ينهق، الحمار ينهق وهو صوت الحمار النهيق. القطة تمو، أيضا هذا صوت القطة. الشمس طالعة، الشمس طالعة. وصلنا كل كلمة بما يناسبها. طبعا واجبنا الباكر كتابة التدريبات في الدفتر مع كتابة الأجوبة.